الرئيس السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية. الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل لأولمبياد طوكيو ويشيد بالأداء البطولي. تذكرتي تعلن أنه لن يسمح بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة في نهائي أفريقيا. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في المجالات كافة، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بدار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين عن تقديره للقاء المستشارة ميركل، مبديا تطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات ومؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات. كما شارك الرئيس السيسي أمس في القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، شارك سيادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا بالمقر المشترك لاتحاد الصناعات الألماني بحضور القادة الأفارقة والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل. ثم توجه السيد الرئيس إلى مقر المستشارية الألمانية، ولدى وصول سيادته كان في استقباله المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. حيث شارك سيادته والقادة الأفارقة في أعمال الجلسة الرئيسية الرسمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أنجريت كارين باور وزيرة الدفاع الألمانية. السيد الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية. السيد الرئيس رحب بلقاء وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، معربا سيادته عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا خاصة في مجال التعليم الأساسي والفني. وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأولمبي لتأهله لأولمبياد طوكيو 2020
مشيدا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة مميزة من الجهاز الفني الوطني. أعلنت شركة تذكرتي أنه لن يسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عام المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على استاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين. وأهبت الشركة بالمواطنين التعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصر.